السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في برنامجكم أسئلتكم تهمني. هناك سؤال يقول، إحدى الأخوات تقول: في عمق النوم أستيقظ وكأني أختنق، مكث في جسدي عمري 20 سنة ولم يخرج، فاتني القطار الزواج بعد وصلنا الـ40، كارثة. لحد الآن يتربص بها. هذه الأخت تقول بأن المستعشق كان فيها منذ أن كانت 20 سنة في عمرها، والآن وصلت 40 سنة وأصبحت كارثة. قالت وأن قطار الزواج ذهب عنها وفاتها القطار. أقول لك أختي في الله، لا تيأسي من رحمة الله ولا تقنطي من رحمة الله، فأنا أعرف ناس خرج منهم المستعشق مكث فيهم 30 سنة، ولكن تحتاجين إلى الاجتهاد والمثابرة. فعليك أختي في الله أن تقفي وقفة واحدة، تتوكلين على الله عز وجل وتقولين لهذا العاشق: فإن لي ربا أعبده وأشكره، وهو الذي سينصرني عليه، والله عز وجل سينصرك نصرا مؤزرا، وإن كان يتربص بك بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كان يفعل كل هذه الأشياء فلك بإذن الله تبارك وتعالى في القرآن، فلك في القرآن شفاء وفيه شفاء للناس، فلك في القرآن بإذن الله تبارك وتعالى عذاب على هذا الشيطان. كيف ستفعلين بإذن الله تبارك وتعالى؟ لك، سأعطيك برنامجا قويا، سيتعذب هذا العاشق وسيتأدب وسيخرج متقطئ الرأس، سيحترق رغما عنه بإذن الله تبارك وتعالى. سأعطيك بإذن الله تبارك وتعالى أن تقرأي بإذن الله تبارك وتعالى سورة البروج. سورة البروج بإذن الله، ستقرأين بإذن الله سورة البروج 100 مرة أو 200 مرة، ستقرأين 100 في الأول أو 200 في كل سورة. ستقرأين آية العذاب الحريق: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ستكررينها 7 أو 8 أو 10 في كل سورة، ثم تكملين السورة. فإذا انتهيت من هذه الآيات العذاب والحريق، ستركزين على آية التي ذكر فيهم الزنا بإذن الله تبارك وتعالى، التي قال الله عز وجل فيها في سورة النور. فلا بأس إن شاء الله أن تقرأي سورة النور 3 مرات في اليوم أو 7 مرات في اليوم، وتقرأين بإذن الله تبارك وتعالى الآية التي قال الله عز وجل فيها بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى آخر الآية. وحرم ذلك على المؤمنين. أن تقرأيها وتكرريها بإذن الله تبارك وتعالى 500 مرة. إذا فعلت هذا 500 مرة في اليوم مع بإذن الله تبارك وتعالى، أو 300 مرة، يعني 500 أو 300 مرة مع سورة البروج، مع سورة النور التي تقرأينها 3 مرات في اليوم، إذا قرأت هذا الكم الهائل من الآيات، وكل هذه الأشياء تقرأينها في الزيت وتدهنين به جسدك، وتضعين المسك في الملابس الداخلية كي لا يتحرش بك بإذن الله، وتقرأين هذه الأشياء بإذن الله تبارك وتعالى في الماء، وتشربين منه وتستحمين به بإذن الله في جسدك، إذا دومت على هذا البرنامج في شعبان وفي رمضان قد تحصلين على نتيجة كبيرة. وإذا شعرت بأن هذا المس العاشق يتركز لك أكثر في الرحم أو في المبايض أو في الصدر أو في المعدة، فلا بأس أن تأخذي العود الذي ذكرت لكم في أحد الفيديوهات، أن تأخذيه وتضغطي عليه في المعدة بإذن الله بضغط خفيف، وتقرأين القرآن، أو حتى في الرحم أو في المبايض اضغطي على العدو الله واقرأي ما شئت من القرآن، وقولي له: أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله، أخرج من أصابع يدي والقدمين، كي يخرج بإذن الله. في كل يوم تفعلين هذا بإذن الله كي تجتهدي ولا تيأسي، فقد يخرج بإذن الله وأنت لا تدري، فإنه جبان، وإن تحرش بك بإذن الله وأنت تفعلين هذا البرنامج، فهذا إنما هو يريد أن يسبب لك اليأس، ليس له قوة، وإنما هو جبان، إنما هو يمكر بك فقط، وقد يتحرش بك المس العاشق، وقد يتحرش بك وإن بقي له يوم واحد كي يخرج، فإن هذا التحرش هي مكر فيه فقط وليس قوة. أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.